وصلنا لفقرة ثانية يعني حكينا ببداية الصباح اليوم انه اخلاق الصائم اليوم للاسف عم تكون الناس بعضهم متوترين ضايجين ليا لكن شهر الصوم معروف انه هو بيهذب النفس او بيعودنا على الصبر واذا شفنا حدا معصب دائما بيقول انا صايم يا ترى هي هي ممكن تكون حجة ولا لا لازم اليوم الصائم يكون عنده عادات او حتى اساليب معينة واداب للصيام هي التفاصيل اكيد رح نحكيها اليوم مع الشيخ عبد الله اسماعيل وهو من الفريق الديني الشبابي رمضان كريم وصباح الخير صباح النور أنا وسهلا اهلا رمضان كريم شيخ يعني ان شاء الله هيك صيام مقبوله عليك وعلى كل السوريين خلينا نحكي عن ظاهره انه انا صايم انا معصب اتركوني انا صائم انا صائم هي العباره يلي كثير بنسمعها وخاصه بهذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب على كل السوريين خلينا نحكي بالبدايه الصائم شو لازم يتمتع؟ الصوم لنا مو لغيرنا اكيد تماما حقيقة الصوم هو يعني صوم كامل ما بكون صوم ناقص لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو غني أنه لا حد عنا يجوع يعني المعدة الإنسان سواء كانت يعني هي مليانة ولا فاضية ربنا سبحانه وتعالى لا بزيد منكم ولا بينقص إذا واحد كان عطشان ولا جوعان لا هو أكثر عبادة ولا أقل عبادة ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقت حكانا عن الصيام شو قال؟ قال من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به هذا الانسان اللي ما ترك القول الفاحش اللي عم يتلفظ باخلاق بذيئه والعمل به بأذي الاخرين بيستفز الناس ممكن يسيء ممكن يؤذي ممكن يضرب ممكن يقتل ممكن يشتم من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ما في ضرورة أنه يصوم، الله مانه نو... الله مانه بحاجة أنه هذا الإنسان يصوم، لا كل وشراب وش وعيش حياتك طبيعية ولا تأذي الآخرين هذا المراد. طبعاً ممكن في ناس بيفهموا حديث ثاني مفهوم خاطئ، هو شو بقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ بقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ما بيتكلم كلام بذيء ما بيتكلم كلام فاحش ولا ممكن أنه يغضب أو يعنف الآخرين أو يتنمر على الآخرين أو يستهزئ بالآخرين هذا الشيء كلياته مستحيل يعمل الصائم بعدين إذا واحد اعتدى عليه إذا واحد اعتدى عليه شو بيقول؟ فليقول إني صائم معناته إني صائم شو معناته أنا إنسان هلأ ملتزم بكمال الأخلاق لو سمحت خليني صائم ما شو ما تخليني صائم ما تخليني هلا اعمل وساوي واضرب لا يعني انا ملتزم بهاي الاخلاق خليني بهذا المجال الايماني لو سمحت خليني ضمن هاي الهاله الايمانيه نعم شيخنا خلينا نحكي اكثر شو هي العلاقه اللي عم بتكون بين سرعه الغضب والصيام شو الرابط بيناتهم؟ ليش دائما هي حاله معممه؟ يعني نحن ما عم نحكي عن حاله انه فرد او فردين ممكن نلتقيهم معصبين او ضايق خلقهم، هي للاسف هي عند نسبه كثير كبيره. والله موضوع انه كتيم بجوز ما اكثر بجوز تدخين او عادات يمكن أيوه. ادمان لأقول لا لك شغله، اول شيء نحن الدين غالبا صار عند الناس شيء شيء من عادات تقاليد صار طقوس للاسف تغير تحور تحول فالدين بالاساس هو هو بوتقة بغير جوهر الإنسان وأحيانا ممكن يغير شكله يعني مع ممكن تغير شكل الإنسان يعني باتجاه الأفضل والأكمل باتجاه الأرقى والأحسن فهذا الإنسان مثلا واحد واحد متعود يدخن بكيتين مثلا حمرة طويلة بالنهار أو بجوز بس بكير بفترة الصباحية أو ما بنعرف ديش بدخن وجاء فجأة ما في صيام فهو صار في شيء الدم للاسف اما موضوع ان الانسان صائم بس انه والله مثلا امتنع من اذان الفجر الصادق الى غروب الشمس هذه الفتره سواء كان بالصيف طويله ولا بالشتاء قصيره ترك الاكل والشرب يعني هذا مسوغ انه الانسان يكون عصبي مسوغ انه يتزور الاخرين مسوغ انه هو يعمل يعني يحط وضع طيران حواليه ما حدا بيستر ما حدا بيحاكيه ما حدا بيقرب عليه ما. هذا شيء غير مقبول اما والله اذا واحد متعود على مدمن على شيء معين وانقطع عنه احتمال كبير هي بترجع هذا الموضوع طبي موضوع, الطبي موضوع نفسي نعم لا. شيخنا كمان بالمقابل عم نشوف كثير مبادرات شبابيه لفعل الخير عم نشوف موائد يمكن رمضانيه او او تحضيرات للافطار عم يتجمعوا شبابنا السوريين عن جد يعني بيرفعوا الراس يعني في ناس هيك وبالمقابل في كثير ناس ايدها للخير خلينا نحكي عن اهميه هيك مبادرات خلينا نحكي نحن كصايمين قديش منيح من انه نعمل خير <applause> كمان يمكن شوي بهون علينا الصيح. يومنا لما نسمع دعوه من حدا جائع لما نأمن افطار لحدا محتاج اكيد هلا الموضوع له شقين الشق الاول هو ضروره العمل الانساني وعقليه العطاء لا سيما عند الانسان الصائم الانسان الصائم اول شيء هو هو استغنى عن شيء من حياته لفتره محدوده ما بالك كثير كثير ما كبير ما انا طويله كثير يعني مم. مثلا والله عم خمسة 35 ساعه تمام عم يصوم قدر معين من الساعات لما الانسان بيكون عنده هذا الاتجاه وهذا العطاء هذا العطاء تجاه تجاه يعني دينه نفس الوقت هو لازم يكون يتلازم معه تجاه الاخرين تجاه المجتمع تجاه الفقراء زائد الشق الثاني هو بالاساس الصيام احد مقاصده ان الانسان يشعر بشيء يشعره الفقراء يشعره الانسان يعني بعض الناس المعوزين ما عندهم شيء تماما فهو لما بقوم بيشعر بهذا الشيء بحس بواجب اكثر تجاه تقدمه نحو الاخرين انه يقدم لهم انه يعطيهم انه يساعدهم طبعا في محفزات كثيره منا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول من فطر صائما فله مثل اجره دون ان ينقص من اجره شيء يعني هلا مثلا اذا واحد فطر ثلاثه واحد عزم على الفطور واحد عزم على الفطور مثلا ثلاثه تمام هذا كانه صام ثلاث مرات هو نفسه كانه صام ثلاث رمضانات مع بعضهم نعم خلينا نحكي نعم. اهم العادات اليوم برايك او الصفات اللي لازم يكتسبها اليوم الصائم 30 يوم فتره طويله فينا نقدر يمكن ان نعود النفس البشريه على شيء معين شو اهم الصفات لازم ياخذها الصائم من هذا الشهر الكريم وتكفي معه لبقيه السنه أه طبعا خلقين اثنين صراحه هلا اول شيء نحن بنعرف انه العادات والطباع منا مكتسبه منا فطريه تماما مم. طبعا المكتسبة المكتسبة هي بطريقة التعليم والتدريب والتمرين مشان هيك في حديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم فخلق الحلم وطولة البال هذا بيجي بالتدريب بيجي بالتدريب فاول خلق لازم الانسان الصائم يسعى خلفه ويكتسبه هو خلق الحلم هذا الحلم يلي هو صفه من صفات الله عز وجل. ثاني خلق هو خلق الكرم. خلق الكرم طبعا له اكثر من شق حسي ومعنوي، حسي موضوع الصفح والتسامح هذا ليش؟ لانه له علاقه بالكرم. شو قال الامام الشافعي الله يرحمه؟ بقول يغطى بالسماحه كل عيب وكم عيب يغطيه السخاء ولا ترجو السماحه من بخيل فما في النار للظمآن ماء. فالكرم هو نوعين حسي معنوي حسي موضوع اطعام الطعام السكبة اللي هي عادة دمشقية حلوة حتى عادة سورية بكل سوريا في شيء اسمه سكبة بيبعتوا الصحون ما برجعوا فاضي بردوا بتخط طبخة بيبعتوها للجيران اطعام الطعام الانسان يدعو الاخرين للطعام يفطر الصائمين ومعنوي ايضا من خلال التسامح والعفو والصفح هو لانه هو كرم عن شيء حق معنوي نعم شيخنا حضرتك يعني من الفريق الديني الشبابي خلينا نحكي عن هالفريق خلينا نحكي يعني عن النشاطات شو دورنا بالمجتمع كنحن كشباب طيب بصراحه الفريق الديني الشبابي هو مجموعه من الشباب اللي هن لهم علاقه بدراسه الشريعه م -م. سواء سواء مثلا متخرج سواء مع دكتوراه سواء لساته طالب مجموعة مجموعة من الشباب آه هذا الفريق آه يعني بالأساس أسس آه بناء بتوجيه من السيد الرئيس الله يحفظه طبعا آه الإشراف كان من الوزارة من السيد الوزير وزير الأوقاف آه هذا الفريق هو عبارة عن عملية عملية آه آه حقيقية خلينا نسميها لتجديد الخطاب الديني تجديد الخطاب هو ما بس نمط المقالات أو نوع الخطب أو تحوير موضوع الدروس والوعظ من موضوع إلى آخر لا هو تجديد الدم أيضا فهذا فكرة الفريق أما نشاطات الفريق فهي بصراحة متنوعة من غالب هو بالعمل الفكري سواء كان بالتأليف أو بالبحث أو بالتحقيق أو موضوع الإعلام أو موضوع دروس أو محاضرات هذا كله جانب فكري ويعني منه أكاديمي منه عادي عام وفي موضوع ثاني هو موضوع إنساني طبعاً إنه هن غالبية الإخوة بالفريق الديني الشبابي هن أئمة شباب ضمن المجتمع فهم أيضاً بيشاركوا بهي اللي تفضلتوا عنها مثلاً موضوع الموائد والمشاركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات وهذا الشيء فهو في له اكثر من من جانب طبعا الحمد لله رب العالمين برمضان اكيد بتزيد هاي الامور واليوم تشرفنا بلقائكم اهلا وسهلا نعم. بالعودة إلى حديثنا عن أخلاق وأداب شهر رمضان الكريم في مقولة بتقول رمضان أن تختبر إيمانك وتسمو بنفسك كيف نفسر هاي المقولة؟ رمضان أن تختبر إيمانك وأن تسمو بنفسك, طبعا هي كمان مثل ما لاحظت أنه هي المقولة شقين جملتين يعني أن تختبر إيمانك طبعا بالصبر بالصبر لانه حقيقه الصوم هي دلاله على التقوى والوصول الى التقوى وهو مقصد اساسي اصلا مذكور صراحه بالايه الكريمه اللي ربنا سبحانه وتعالى باكد فيها فرضة الصيام وبذكر انه كانت هي مفروضه على الامم السابقه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالتقوى هي مقصد اساسي طبعا من ملازمات التقوى من ملازمات التقوى الصبر الصبر على الطاعة لأنه الطاعة مثل, مثل, الصيام طاعة لكن بدها صبر شوي والصبر عن المعصية إنسان بيكون معصية قدامه سهلة فينه يعملها مثل أي واحد في ناس بفكروا حالهم شاطرين إنه والله أنا ساويت معصية اليوم إنه أنا عملت زبطت ساويت رحت هي حي الواحد فينه ساوية بس اللي ما بيساوية هو إنسان عم يصبر عن المعصية عم يكافح عم يجاهد نفسه فذاك الإنسان فورا سلم فالصبر عن الصبر على الطاعة والصبر مم. عن المعصية هي اختبار للإيمان الشق الثاني شو كان بالجملة التي يا الله رمضان أن تختبر إيمانك وتسمو بنفسك تسمو بنفسك أكيد من خلال الصيام طبعا الصيام بتلازم معه قراءة القرآن بتلازم معه شيء من الاعتكاف في المسجد بتلازم معه الصيام هو غياب للغريزة مم. وسيطرة للروح على عناصر الجسد سيطرة للروح على عناصر الجسد هذا الشيء هو سمو للنفس البشرية وابتعاد عن, عن, عن الغريزة المخلوقة الحيوانية الموجودة عند الإنسان بالأساسي اللي هي كل الدوافع والغرائز اللي تمشي فيه مثل الجوع والعطش والشهوات وهذا الشيء فهو حقيقة اختبار للإيمان وسمو للإنسان نعم شيخ نحن يعني هيك يعني كناصحين الى جيل الشباب، جيل المراهقين كيف نحن من الصائم الشباب يعني بعمر المراهقه نرشدهم لحتى هن يكونوا شوي ريلاكس آه شوي هادين آه إما يمكن بعمل الخير مثل ما ذكرنا من شوي ممكن بيلعب الرياضه ممكن بالعمل كمان يلتجؤوا الى العمل هلا في كثير من الشباب بي بيضلوا نايمين للخمسه سته آه وبيقولوا لك انا صائم وبيضلوا سهرانين لوش الصبح خلينا نحكي عن هاي الحاله ونحنا كيف بنرشد شبابنا طبعا إحنا شبابنا بصراحه من بنقول لهم انه لازم يكون الصيام غير تقليدي <applause> او الحياه كلها غير تقليديه والتدين التقليدي والطقوس وانه يكون يعني يكون مثلا اجواء رمضان هي عباره عن يعني بس فولكلور هذا تفريغ تفريغ للعباده عن المضمون السامي فنحن نقول للشباب من حيث الالتزام بالعمل ما تفضلتي هو رمضان شهر العمل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان برمضان ما كان وارد انه والله مثلا ولا حديث انه والله تم كان نايم بالمسجد فاوقظه الصحابه انه قوم صلي ولا قوم اعمال ولا بالعكس فكان بعد صلاه الصبح يعني كان ما ينام صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الفجر بالعكس كان يقول بورك لامتي في بكورها وكان يدعو كما ورد في بالترمذي يقول اللهم بارك لامتي في بكورها وكان يدل الصحابه الكرام على العمل انه ولئن احدكم يحتطب يطلع ما عندهم مصلحه يروح اقطع حطب وبيع للناس خلي تدفى يعني اي انسان عفوا اي عمل يقدم عليه الانسان هذا عمل عمل مبارك بالصيام له اجر مضاعف ان شاء الله عز وجل فبنقول للشباب نحن اللي بحجه الصيام بيتكاسلوا ما بيدرسوا ما بيشتغلوا ما بيروحوا ما بيقوموا بواجبهم احيانا تجاه الاخرين ممكن نتحجج انه هو صايم او مثلا ينام ساعات طويله بنقول له انت بصراحه خالفت جوهر الدين مضمون الدين طبعا نحن في شغله كمان مشان نعذر بعض الناس الموضوع ترتيب الساعات بين في ناس بقول لك مثلا هاي الفتره انا بدي أصومها من مثلا اذان الفجر الى اذان المغرب هاي الفتره طويله كثير استميت انا صايمه على الحل بهلك وبدي نام بالليل وقت بصير فيني اكل واشرب فهو بحب انه يسهر بحب انه يسهر وتكون سهرته في اكل وشرب و يعني انه حياه عاديه والصيام يعني يغطي جزء من النوم طبعا هذا الشيء اذا كان لحد مقبول هو لا باس يعني كمان <applause> يعني الله سبحانه ما بحب يعذب الناس كمان بالنهايه نعم شهر رمضان الكريم هو فرصه اكيد لتهذيب النفس للتعود نتعود على كثير من العادات مثل ما قلت انه تنتقل معنا بعد شهر رمضان الكريم بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا ورمضان يعني كريم